تحياتي لك أستاذ محمد وللسادة أهلا بك. الكرام. نعم، لا شك أن يعني مستوى التصعيد في التصريحات الإعلامية والأعداد عملياتيا على الأرض يعني يتجه صوب الارتفاع بشكل تدريجي، ربما قد نشهد في الأيام القليلة القادمة هنالك متغيرات كبيرة تجري في المنطقة، خاصة ما بعد مؤتمر أو قمة جدة. هنالك متغيرات على الصعيد العسكري في إسرائيل، ما زالت حتى هذه اللحظة تطالب الولايات المتحدة بطائرات قاذفات استراتيجية من طراز B-21 القادرة على حمل قذائف صاروخية مختصة بتدمير المفاعلات النووية من طراز GBU-57. لذلك أعتقد وفي حال حصول إسرائيل على هذه القاذفات الاستراتيجية سيكون هناك متغيرات جديدة ربما قد نلمسها في الأيام القليلة القادمة، لكن بنفس التوقيت هذا لا يعني بنفس التوقيت إسرائيل أيضا انتقلت من قيادة المنطقة العسكرية مع الاتحاد الأوروبي باتجاه المنطقة العسكرية الوسطى أو الخامسة بالأسطول الأمريكي للقيادة العسكرية الخامسة في البحر العرب وكذلك في الخليج العربي. هذه الانتقالة أعتقد بحد ذاتها تعطيها يعني تمنح إسرائيل أيضا قدرة على حجم من المناورة أكبر في بحيث أنها تحاصر إيران في البحار مرورا بالخليج العربي وصولا إلى بحر العرب. فأصبحت إسرائيل إيران في مرمى سلاح الجو الإسرائيلي، كذلك أيضا الصواريخ البحرية من طراز توماهوك وغيرها. فالآن لا أعتقد بأن إيران لديها القدرة عن الدفاع عن مفاعلاتها النووية، حتى وإن كان هنالك يعني هنالك رفع من مستوى التصعيد من خلال وسائل الإعلام أو حتى من خلال المتغيرات التي تجري بحيث أنها تدعم بعض الأذرع الولائية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط والتي تساهم بشكل أو بآخر في الحريق الإقليمي الذي يجري، وبوجه التحديد لما تحدث عن العراق، سوريا، لبنان، اليمن.